كان فضاء المعرض الدولي بالدار البيضاء افتتاح معرض العمران للعقار عبر دورة ثالثة لمنتديات الالتقائية الجهوية المنظمة من طرف مجموعة العمران بتعاون مع وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت شعار من أجل تنمية ترابية متناغمة. هذا المنتدى تدخل في إطار تنفيذ تعليمات الملكية السامية، لأنه كما تعلمون مهم جدا باش يكون واحد التضافر ديال الجهود أكبر من طرف كل المتدخلين العموميين على المستوى المركزي أو المحلي أو الجهوي، وهذا المنتدى تدخل في هذا الإطار هنا في جهة الدار البيضاء سطات. الموضوع هو الالتقائية لفائدة المراكز الصاعدة. مجموعة العمران كما تعلمون تتقدم واحد العدد من يعني المشاريع التي تدخل في البرامج الحكومية. مجموعة العمران كذلك عندها الاتفاقية اللي تبرمات مع جهة الدار البيضاء سطات في يناير 2016، وغندرسوا بحال ما قلت انا مع كل الشركاء ديال المؤسساتين من وزارات من سلطات من منتخبين كيفاش نقدروا نخدموا جميعا باش كل المشاريع تتنجز بطريقة انجع لصالح المواطنين ديال هذه الجهة. وفي نفس الوقت كما تعلمون عندنا المعرض ديال العمران اكسبو، هذه النسخة ديالو الثانية اللي هي فرصة كذلك باش المجموعة تقدم كل البرامج والمشاريع العمومية اللي تقوم بها لصالح الدولة ولصالح الجهات والمنتخبين يعني المحليين، وكذلك نقدموا المواطنين كل العرض يعني ديال المنتوجات ديالنا السكنية اللي كاينين على مستوى كل التراب الوطني وكل جهات ديال المملكة. ويهدف المعرض إلى فتح باب التواصل بين الشركات الفرعية لمجموعة العمران وبين الزبناء الراغبين في الاستفادة من الشقق والبقع الأرضية والمحلات التجارية بمختلف مناطق المغرب.